السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الطلبة، أسعد الله جميع أوقاتكم. المحاضرة الثالثة في موضوع Solid Liquid Extraction. المحاضرة السابقة تم شرح النوع الأول من أجهزة الاستخلاص Batch Extractors، أجهزة الاستخلاص المتقطع. في هذه المحاضرة إن شاء الله سوف أقوم بشرح النوع الثاني من أجهزة الاستخلاص بعنوان Continuous Solid Liquid Extractors، أجهزة الاستخلاص المستمر، ويطلق عليها أيضا أجهزة الاستخلاص الصناعية Large Scale Extractor. تقسم أجهزة الاستخلاص إلى قسمين وفقا لطريقة الاستخلاص المستخدمة، حيث يختلف نمط الجهاز وحركته واستيعابه تبعا للطرق المستخدمة كالآتي: A. Percolation Method، B. Immersion Method. الطريقة الأولى Percolation Method، Leaching by Percolation. When the solids form an open permeable mass throughout the leaching operation, solvent may be percolated through an unagitated bed of solids. Then the solvent passes through the non-moving solid material and extracts the soluble active constituent. خصائص ومزايا هذه الطريقة: The solid material requires little mechanical treatment because it doesn't need to move in the percolator. وأيضا self-filtration takes place. الطريقة الثانية Immersion Method. Leaching by immersion is carried out in simple tanks which may be agitated by a turbine or paddle mixer. In this process, the solid material dips completely into the solvent and is mixed with it. لذلك no special percolation properties of the solid material are necessary. عيوب هذه الطريقة: no self-filtration of the extract solution takes place. لذلك يجب إضافة عملية جديدة بعد الاستخلاص، وألا وهي الفلتريشن process. أمثلة لأجهزة الكونتينيوس إكستراكتور. أمامكم الجهاز الأول بولمان إكستراكتور، ويطلق عليه أيضا هنسا مهلة. تعتمد عملية الاستخلاص لهذا الجهاز على طريقة البيركوليشن، لذلك كما ذكرنا قبل قليل The solids are moved through the solvent with little or no agitation. أولا الكونستراكشن. يتكون جهاز البولمان إكستراكتور المعروض في الشريحة القادمة من عدة أجزاء، أهمها 1 Vertical Chamber، حيز على شكل حجرة رئيسية مزودة من الداخل بعدة أجزاء، منها 2 numbers of perforated bucket or baskets، عدد من السلات المثقبة، ويطلق على هذه السلات basket elevator. تدور هذه السلات clockwise يعني باتجاه عقارب الساعة داخل الحجرة، أيضا مزودة بثلاثة اللي هي distributor
with a number of nozzle على الجانبين وذلك لمرور السولفنت عبرها على شكل دروبليت سبري for percolation of the solid. ثانيا الأوبوريشن كما هو مبين أمامكم شكل البولمان إكستراكتور حيث تم تقسيم عملية الاستخلاص لهذا الجهاز إلى قسمين القسم الأول Left Hand Side الجانب الأيسر للحجرة 1. The basket is moving upward containing the herb and separate with the pure solvent بتكون حركة السلات عكسية counter current 2. The solvent percolate downwards to be collected at the bottom as half of مصلة ال half of مصلة عبارة عن السولفنت plus half of drug القسم الثاني right hand side الجانب الأيمن للحجرة 3. As the basket move up it inverted to get right of mark and filled again with a fresh one and then separate in this side with a half مصلة كما هو مبين بالشكل coming from the left side تكون حركة السلات برر الفلو أخيرا 4. The half مصلة percolate downward through the fresh herb so it's collected at the bottom as full مصلة للأهمية مرة أخرى سوف أقوم بشرح آلية عمل جهاز البولمان إكستراكتور والذي هو أمامكم كالآتي توضع المادة المراد استخلاصها على شكل بذور أو مسحوق صلب في السلة الموجودة في أسفل الجهاز بينما تطرح الكتلة المستنفذة من الطرف الأعلى يرض المذيب على السلة النهائية قبل طرح الكتلة المستخلصة حيث يمر عبر السلات الدائرة ليكون اتجاهه معاكسا لجهة دوران السلات counter current في هذا الطرف بينما يكون باتجاه مماثل في الطرف الآخر من الجهاز barrel or co-current تستغرق العملية ما يقرب من الساعة الكاملة لكل دورة من دورات الجهاز وأيضا تحتوي السلة الواحدة على 400 كيلوغرام من البذور تقريبا الجهاز الثاني Continuous Horizontal Extractor أولا الكونستراكشن في هذا الجهاز تم استبدال الحجرة الرئيسية الفيرتيكال تشامبر الموجودة في جهاز البولمان إكستراكتور كما ذكرنا قبل قليل بحجرة أخرى أفقية بالإضافة إلى بعض التعديلات أيضا للحصول على كفاءة عالية لهذا الجهاز كما هو مبين أمامكم في الشكل السفلي ثانيا الأوبوريشن The solid material is placed in baskets and comes in contact with the solvent by percolation. The flow of solvent through the extractor is countercurrent to the flow of solid material. نتيجة لهذه الحركة فإن عملية الاستخلاص تكون كاملة وفي مدة زمنية قصيرة مقارنة بالجهاز السابق الجهاز الثالث Hild Branded Extractor حيث يعتمد هذا الجهاز على طريقة الإميرجين في عملية الاستخلاص كما هو مبين أمامكم
تم تصميم نموذجان لهذا الجهاز، حيث يتركب هذا الجهاز من عدة أجزاء، أهمها واحد حيز إما على شكل يوتيوب أو على شكل أنبوب أفقي هوريزونتال تيوب، مزود من الداخل 2 بسكرو كونفاير عبارة عن ناقل لولبي، وذلك لنقل المسحوق بسرعة عبر الحيز، بالإضافة إلى سرعة التلامس بين المسحوق والمذيب من أجل استخلاص المواد الفعالة فيها بسرعة. 3 تم تزويد هذا الحيز ببعض الكونكشن مداخل ومخارج، وذلك لخروج ودخول المواد المستخدمة في هذا الجهاز. Operation of Hild Branded Extractor كما هو موضح أمامكم بالشكل 1. The materials to which leaching by immersion is applied normally in the form of solid fine particles from the top of left side a tube. 2. Again, the solvent flows counter current through the right side a tube. 3. Agitation and mixing is obtained by the action of screw conveyor, which are transporting both solid material and solvent through the extractor. 4. Finally, the mark اللي هو عبارة عن exhausted solid are discharged from the left side tube while the extracted liquid اللي هي المسلة are extracted and discharged from the top of the right side tube. الجهاز الرابع بوناتو إكستراكتور، هنا تتم عملية الاستخلاص أيضا عن طريق الإميرشن ميثود، طريقة النقع. أولا الكونستراكشن، كما هو مبين أمامكم فإن جهاز البوناتو إكستراكتور يتكون من الأجزاء الآتية: 1. Vertical cylindrical or a chamber، اسطوانة رأسية مزودة من الداخل بعدد من الأجزاء كالآتي: 2. Trays، عدد من الرفوف المفتوحة: 3. Mixer، بمازج طولي، وأخيرا 4. متصلة هذه الاسطوانة من الأسفل بسكرو كونفاير ناقل لولبي، وذلك من أجل سحب المارك اللي هو عبارة عن exhausted solid material ومنع خروج السولفنت من خارج الإكستراكتور. ثانيا الأوبوريشن، كما ذكرنا في آلية عمل أجهزة الاستخلاص السابقة فإن جهاز البوناتو إكستراكتور يعمل كالآتي: 1. The solid material is placed from the top while the solvent is flowed from the bottom. 2. The solid material is transported by the mixer on a tray until it reaches the open sector where it falls into the next tray. 3. At the end, the masala is discharged from the top of extractor and by the screw conveyor at the outlet withdraws the extracted solid material. ملاحظة هامة، نظرا لأن السوائل المستخلصة اللي هي المسلة من أجهزة الاستخلاص المستمر والتي تعمل بآلية الإميرشن تكون غير نقية impure، لذلك تم تصميم جهاز استخلاص يعمل بتقنية جديدة، حيث تم إضافة آلية ثانية
وهي عملية التنقية، وذلك من أجل الحصول على السائل المستخلص في صورة نقية أيضا. هذا الجهاز هو الجهاز الخامس، كينيدي إكستراكتور. كما هو موضح بالشكل السفلي، فإن هذا الجهاز يتكون من 1 هوريزونتال تشامبر، حجرة رئيسية مزودة من الداخل بعدد من الأجزاء، منها number of vessel عدد من الأوعية، 3 مزودة أيضا هذه الأوعية بعدد من المازجات بدل ميكسر، ثم أخيرا متصلة هذه الحجرة من المدخل بفلتر سيكشن. الأوبريشن: The solid material is transported by bedels from one chamber to the next in counter current way to the solvent. The chamber where the micella is withdrawn is used as filtration unit where fine particles are separated from the extract solution. وأخيرا factors affecting the choice of extraction process. هناك عدد من العوامل المؤثرة على اختيار طرق عملية الاستخلاص، منها أمامكم: 1 character of drug، 2 therapeutic value of the drug، 3 العامل الرابع مهم جدا stability of drug، ثباتية المادة الفعالة بالنسبة للمواد الثيرموليبل materials، المواد الحساسة للحرارة حيث تستخدم طريقة المسيريشن أو طريقة البيركوليشن دون الحاجة إلى استخدام الحرارة. 5 عامل السولفنت. العامل السادس concentration of a product. Dilute products such as tinctures can be made by using maceration or percolation of process. Semi-concentrated preparations such as concentrated infusions, double or triple maceration of process can be used. وأخيرا liquid extracts or dry extracts which are concentrated preparations are prepared by using percolation process. في النهاية المحاضرة القادمة إن شاء الله سوف نقوم بشرح عملية جديدة بعنوان liquid-liquid extraction. وفقكم الله ودمتم بعز وسعادة.